بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن دواء مهم جدا وهو الميتفورمين. الميتفورمين ده اللي موجود في السوق باسم سيتوفاج او جلوكوفاج، دواء معظم الناس عارفاه. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن معلومات مهمه لازم حضرتك تكون عارفها. قبل ما اخش على الميتفورمين لازم تكون عارف عنه ثلاث حاجات رئيسيه. ان الميتفورمين بيعالج ثلاث امراض، بيعمل ثلاث مشاكل رئيسيه، بيشتغل في جسمنا بثلاث ميكانيزمات. تعال نشوف الكلام ده. الثلاث امراض اللي الميتفورمين بيعالجهم، اول مرض هو الديابيتس ميليتس. الديابيتس ميليتس دول عندنا نوعين، اما تايب 1 ديابيتس ميليتس، وفي حاجه اسمها تايب 2. تايب 1 ده يا شباب اللي البنكرياس ما بيفرش انسولين خالص، فالمريض مضطر هياخد انسولين من بره. من ضمن العلاجات اللي بياخدها مع الانسولين هو الميتفورمين. هنا الميتفورمين مش علاج اساسي، العلاج الاساسي هنا هو الانسولين، والميتفورمين مساعد للانسولين. اما في حاله تايب 2 البنكرياس بيفرز الانسولين بس بكميات قليله، او الانسولين مش عارف يشتغل كويس على الخلايا، فالميتفورمين بيساعده. ده في حاله تايب 2. زي ما انا رسم لك الرسمه كده دي بالظبط، لو دي الخليه، الشخص في حاله تايب 2 ايه اللي بيحصل؟ بيكون الريسبتور مش باين على السطح خالص، وبالتالي الانسولين مش شايف الريسبتور، وبالتالي الجلوكوز اللي بره الخليه مش هيعرف يخش جوه الخليه. الميتفورمين هيعمل ايه بقى؟ بيقوم مطلع هذا الريسبتور على السطح، زي ما انا راسم لك الرسمه اللي جنبها دي، الريسبتور هنا مختفي. الميتفورمين يقوم مطلع الريسبتور ده على السطح بالشكل ده، يقوم الانسولين يشتغل عليه، يقوم الجلوكوز يخش جوه الخليه. ده بالنسبه للدايابيتس ميليتس. بيعالج حالة تانية وهي حاجة اسمها البوليسيستيك اوفري سيندروم، اللي هو التكيسل على المبايض. ده خاص بتوع النساء، بتوع الجينيكولوجي. الحالة الثالثة اللي بيخش في علاجها وهي الاوبيزيتي، اللي هو السمنة، والسمنة اللي ان شاء الله هنتكلم عليها في موضوعات قدام ان شاء الله. ده بالنسبة للأمراض. هو بقى بيعمل ثلاث مشاكل يعني أساسية، ألا وهي حاجة اسمها ميتابوليك تيست، ميتابوليك أسيدوزيس، ميجالوبلاستيك أنيميا. يعني إيه الكلام ده؟ كلمة ميتابوليك تيست معناها اللي الدواء يا شباب طعمه مش حلو، المرض لما بيجي ياخده بيحس بطعم معدني، يعني عارف طعم التباشير، تحس اللي بقك كده مش مرتاح مع الحباية. المرض لما يجي يقول لك أنا حاسس إن عايز أرجع من طعم الحباية، ده اسمه ميتابوليك تيست. الحاجة التانية بيعمل حاجة اسمها ميتابوليك أسيدوزيس، وده هقولها قدام شوية. بيعمل حالة اسمها ميجالوبلاستيك أنيميا، طبعا دي نوع من الأنيميا بنعرفه بصورة الدم، ولو دي اتشخصت عادي جدا ممكن ناخد الميتفورمين عادي، وبدل المرض بس فوليك اسيد وفيتامين بي 12 والموضوع بيتعالج عادي. دول الثلاث امراض، ودول الثلاث امراض اللي بنعالجهم، وده الثلاث مشاكل اللي الميتفورمين بيعملها. تعال نخش بقى على الثلاث حاجات او الثلاث ميكانيزمات اللي الميتفورمين بيعملهم في جسمنا. هو وظيفته الاساسيه ايه؟ اللي بيقلل السكر في الدم، ده الشغل الاساسي بتاعه، هيقلله بثلاث ميكانيزمات. اول ميكانيزم عندنا، لو حضرتك مثلا او مريض كان الجلوكوز، وليكن ده الجلوكوز اهو، الجلوكوز هيفضل ماشي 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 لغايه ما يوصل للانتستين. الطبيعي المفروض هيحصل امتصاص الجلوكوز من الانتستين لفين؟ للبلاط. هنا يتدخل الميتفورمين ويمنع الخطوه دي، وبالتالي الجلوكوز هيتراكم في الجي اي تي ومش هيوصل للدم، وبالتالي كده السكر يقل في الدم. طيب انا كده استفدت بالسكر اللي في الدم، بس هيعمل مشكله. ايه هي المشاكل؟ لما السكر بيزيد في الجي اي تي، البكتيريا اللي موجوده في الجي اي تي والمريض اللي بياخد الميتفورمين بيحصل له مغص، بيحصل له ابدومينال بين، بيحصل له كونستيبيشن، بيحصل له فوميتنج، بيحصل له نوزيا، بيحس ان بطنه مش مرتاحه. ومن الاعراض الرئيسيه المريض يقول لك ان الحبايه بتقطع بطني. طبعا دكتور البطن بقى بيتدخل في الموضوع ده ويحله، والموضوع ده مش منتشر قوي، ولو موجود بيكون موجود بنسبه بسيطه. جرعة الميتفورمين من 500 ملي جرام لغاية 3000 ملي جرام. أنا بقى بتابع المريض، ممكن أديله مثلا 500 في اليوم، ممكن أديله 500 مرتين في اليوم، ثلاث مرات في اليوم، على حسب حالة كل مريض. وعلشان مشكلة الأبدومينال بين أو الجي أي تي سايد إفكت اللي بتظهر على المريض، في شركات عملت منه حاجة اسمها إكس آر، زي الجلوكوفاج ألف إكس آر، المريض ياخدها مرة واحدة في اليوم، وبالتالي أتغلب على المشاكل دي بقدر الإمكان. ده شغله على الجي اي تي. تعال نخش على الميكانيزم الثاني وهو شغله على الليفر. الليفر لو مريض اتعرض مثلا لمجاعه،
او قعد بقاله مثلا وليكن 10 ساعات 12 ساعه ما اكلش، فالسكر في دمه هيبدا ايه؟ يقل. لازم الجسم يعمل ميكانيزم بحيث السكر يعلى تاني في الدم. ازاي؟ الكبد بيعمل عمليه مهمه جدا طبعا تحطوها في البايوكيمستري، وهي حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس. جلوكونيوجينيسيس لو ترجمت المصطلح هتفهمه، جلوكو يعني جلوكوز، جلوكوز كلمة نيو جاية من نيو، نيو يعني جديد، وجينيسيس يعني مولد أو منتج، يعني أنا هصنع جلوكوز من مصدر غير الجلوكوز. يعني الكبد يوم يستهلك الدهون اللي جواه والبروتين اللي جواه واللاكتيك أسيد اللي جواه اللي ناتج من الميتابوليزم نفسه التلاتة، يقوم محولهم بعملية اسمها جلوكونيوجينيسيس لجلوكوز، وبالتالي الجلوكوز ده يخرج يروح فين؟ يروح للبلاد. ليه؟ علشان الشخص دخل بقاله 12 ساعه ما كانش، فانا عايز ازود جلوكوز شويه في الدم عشان ما يدوبش وما يقعش منه. هنا بقى يتدخل الميتفورمين، يجي على عمليه الجلوكونيوجينيسيس ديت يعمل لها انهبيشن، يوقفها. طب لما يوقفها الحاجات دهيت الليبيد والبروتين واللاكتيك اسيد لا تتحول لجلوكوز، وبالتالي الجلوكوز يقل في الدم، وده المطلوب من الميتفورمين. انا كده استفدت ان الجلوكوز قل في الدم، ده شغله، بس انا هدفع ضريبه، الا وهي ان اللاكتيك اسيد ده بقى هيزيد. دي الضريبه اللي انا هدفعها. طب لما يزيد جوه الليفر، يقوم الليفر يزهق لان الكميه جواه عاليه، يقوم مخرجه للدم، يقوم اللاكتيك اسيد يعلى في الدم. طب دي مشكله على حسب المريض. اللاكتيك اسيد ده من انواع الاسيد يا شباب اللي هي الفيكسد. احنا عندنا الاسيد في جسمنا نوعين، لا اما فيكسد اسيد لا اما فولاتايل اسيد. المسؤول عن الفيكسد اسيد زي اللاكتيك اسيد، البيروفيك اسيد، اي اسيد فيكسد يعني دايب في الدم اللي مسؤول عن اخراجه هي الكدني. طب الفولاتايل ده اللانج، ده موضوع ثاني احنا مالناش علاقه بيه. طيب الميتفورمين وقف عمليه الجلوكونيوجينيسيس، فالجلوكوز ما اتكونش، فاللاكتيك اسيد زاد، فزاد في الدم، الكدني المفروض تخرجه. طب انا هعرف منين ان الكدني هتخرجه؟ بحاجه بسيطه جدا، هقول للعيان اعمل لي تحليل سيرام كرياتينين. سيرام كرياتينين لو اللي انا بعمله التحليل ده راجل ميل، يعني لو هو عنده اعلى من 1.5 ما ادهوش له. لو في ميل لو لقيته اعلى من 1.4 اعمل ستوب للدواء، اوقفه ما ادهوش للمريض. ليه؟ لان لو النسبه اعلى من 1.5 او 1.4 اللاكتيك اسيد ماله؟ هيتراكم في البلاط والكدني مش هتعرف تخرجه. هيقوم عامل لي بقى؟ هيقوم عامل لي اسيدوزيس. اسيدوزيس. طب الاسيدوزيس دي مين السبب فيها؟ الكدني. طالما الكدني هي السبب بنسميه ميتابوليك. علشان كده من ضمن المشاكل اللي الميتفورمين بيعملها عمل لي ميتابوليك اسيدوزيس، يعني الاسيد علا في الدم بسبب الميتابوليك اقصد به الكدني. طيب هل الميكانيزم على الكبد توقف لغايه اللحظه دي؟ لا. طيب في حاجه ثانيه بقى جميله جدا الميتفورمين بيعملها. الجلوكوز ده يا شباب لو الجسم حب يكسره بيخش في بصوي من اتنين، لان يخش في حاجه اسمها ايروبيك ريسبيريشن، وده بينتج لي 38 اي تي بي. ركز عشان الحته دي مهمه جدا. ده الايروبيك في وجود الاكسجين. طيب انا بقى لو انا ما عنديش اكسجين خالص، ما عنديش اكسجين في جسمي او الاكسجين مش كافي، يقوم الجلوكوز يخش في حاله ثانيه اسمها الانايروبيك ريسبيريشن، بس ده هتنتج لي 2 اي تي بي. ماشي. طب انا ايه اللي انا استفدته من القصه دي؟ اللي انا اقصده ان الميتفورمين بقى بينشط الباسوي ده ويعمل انهبيشن للباسوي ده. هتقول لي طيب انا برضو استفدت ايه؟ هقول لك مثال بسيط جدا. لو انا قلت لك امشي لي 5 كيلو، وبافتراض ان ال 5 كيلو دول محتاجين مثلا 380 اي تي بي. ال 5 كيلو محتاجين 380 اي تي بي، انا بس بسهل لك الرقم عشان مقارنه بال 38. طيب انا كده محتاج، لو انا هدخل الجلوكوز في الايروبيك ريسبيريشن محتاج كام اي تي بي؟ محتاج 10، لان انا كل واحد بيديني 38، يبقى ال 10 هتديني 380. طيب انا بقى خدت الميتفورمين، قام قافل لي الباسوي ديت،
انا برضو محتاج كام اي تي بي؟ محتاج 380. الميتفورمين هينشط الجلوكوز في الباسويه، انا بقى كده محتاج كام جلوكوزايه كده بالبلدي علشان امشي ال 5 كيلو؟ محتاج 190. شوف الاوروبيك كنت محتاج 10، الميتفورمين خلاني استهلك 190 جلوكوزايه علشان برضو امشي ال 5 كيلو. ايه اللي يحصل؟ ما هو كده الميتفورمين استنزف الجلوكوز، وطالما استهلكت 190 معناها ان الجلوكوز اللي في جسمي هيقل، وبالتالي الجلوكوز هيقل في الدم، وبالتالي هعمل هايبوجلايسيميا، وده اللي انا طالبه في مريض الدايابيتس، لان مريض الدايابيتس سكره عالي، فانا هديله الميتفورمين عشان اقلل سكره. هتقول لي ده جميل وميكانيزم رائع، بس برضه في مشكله. لما الجلوكوز بيخش في الانيروبيك ريسبيريشن، انا استفدت لان استهلكت كميه محترمه، بس برضه هيروح مزود لي اللاكتيك اسيد، واحنا عارفين الانيروبيك بيزود اللاكتيك اسيد والبيروفيك اسيد وبيخلوهم يتراكموا، وبالتالي هيرجعوا تاني يزيدوا في الدم، وبالتالي الشرط الاساسي عندي اللي كده تكون سليمه علشان اعرف اخرج اللاكتيك اسيد. تمام، ده الميكانيزم التاني. الميكانيزم التالت وهو على الخلايا، اللي الانسولين او الميتفورمين بيعمل امبروف للانسولين سنسيتيفيتي، بمعنى زي ما قلت لكم في اول المحاضره، لو دي الخليه الريسبتور في مريض تايب 2 بيكون الريسبتور مختفي، الانسولين مش عارف يشتغل عليه، ايه اللي بيحصل؟ الميتفورمين بقى بيقوم مطلع الريسبتور اللي هو مختفي جوه ده يطلعه على السطح بهذا الشكل. ده المريض تايب 2 لما اديله الميتفورمين يقوم الريسبتور ده يخرج على السطح بهذا الشكل، يقوم الانسولين اللي انا رسمه بالاسود ده يشتغل على الريسبتور، لما يشتغل على الريسبتور يقوم الجلوكوز داخل من الدم لجوه الخلايا، وبالتالي اكون قللت الجلوكوز في الدم. كده هو اشتغل بثلاث ميكانيزمات يا شباب، منعت امتصاصه، قللت تكوينه في الكبد، حسنت اداء الانسولين على الخلايا، وبالتالي الانسولين دخله لي جوه الخلايا وبالتالي قل في الدم. ده كل ما يتعلق بالميتفورمين. هقول بس كمان معلومه، لو مريض دخل المستشفى وبيعمل اشعه بالصبغه، الصبغه دي صبغه تشخيصيه، والصبغات لا تخرج الا عن طريق الكدني، ايه اللي هيحصل؟ الصبغات من ضمن شغلها اللي هي بترفع السيرم كرياتينين شويه، بس الرفعه ديت رفعه ريفيرسبل، بمجرد ما الصبغه بتخرج من جسمي ايه اللي بيحصل؟ الكلى بترجع لوضعها الطبيعي. بنعمل ايه مع المريض؟ نقول له يا باشا انت بتاخد ميتفورمين، بتاخد جلوكوفاج مثلا او سيلوفاج، معلش وقفوا لي بس يومين، وبعد اليومين ارجع خده. ليه؟ لان الصبغه بترفع وظائف الكلى، نوقف يومين بس ونرجع ناخد الدواء. ده يا شباب كل ما يتعلق بالميتفورمين. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا من العرض ده ادونا بظهر غيب، نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.